على هذا الأساس اللي أنا مانيش نادم ولا لحظة، لست نادما ولا لحظة أنني تهجمت وأنني كشفت وأنني عريت وفضحت ما يحدث في مسجد باريس، لأن ربي سبحانه دائما نقول أن ربي سبحانه يحبني، والله نقول ربي يحبني بالرغم من كل العيوب اللي فيها والجرائم قاعد دايره في حياتي والفساد اللي دايره وقاع الفساد بيني وبين نفسي، يعني اللي المنكر اللي درته قاع في حياتي، بصح ربي يحبني يا ربي يبقى تحبني ان شاء الله الى يوم القيامه. ربي يحبني لانه ربي ما فضحنيش، جامي فضحني الحمد لله. كي نجيبها مور واحد نقول لكم هذا يا مجرم، هذا فاسد، هذا مش عاجبني، هذا الضحكه تاعو مش عاجبتني، الضحكه الصغرى ما عجبتنيش، ربي سبحانه مع مرور الوقت يقول لي والله راه عندك الحق. اعطوني واحد كان يعرف مليح وسيني بوعز، جبتها موراه وسيني بوعزه وسيني بوعزه وسيني بوعزه، هذا فاسد فاسد فاسد، ربي سبحانه قال لي كمل راك في الطريق الصحيح، هذا فاسد طاح في مول الفول. كمال كانيش واحد ما كان يسمع به، واحد ما كان يعرفه اصلا، واحد ما يعرف، قلت لكم هذا فاسد 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 فاسد، موراه 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 موراه، ربي سبحانه قال لي كمل ما تتراجعش. حتى والناس حاربوني لدرجه انهم حبوا يخطفوني شوهوني، نشروا لي كما يقول لك الناس اموري اسراري، نشرهم لي ذاك الطحان الرخيص غربي صلاح الدين اللي راهو في الامن الداخلي، اللي ان شاء الله بربي يتهناو من قسامو، هذا درك مع كحال هذا بربي يتفكروا ويقول له واي ارمي قسامو راح ابعثوا لتين دوف، والله هذا الطحان الرخيص تاع غربي صلاح الدين كان يخدم مع كانيش هو سيني بوعزه وكذا، هو اللي اخترقني بالنيه، انا وليد بلادك من حت سحاري وكذا وناوني ولدت بلاد وكذا، خدعني بالنيه، نويت معاه ودرت فيه الثقه، خدعني وداروا لي مؤامرات وخرجوا لي صور تاع ولادي تاع مرتي تاع ولاخر، يعني حتى وهي صور عاديه جدا، مرتي دير في الرياضه قال لك بن زديره يعري في مرتو يبعث تصاور للطليبه، الطليبه ما لقاش قاعد يستنى في تصاور يجوه من عند بن زديره من لندن باش يبعثوا مرتو دير في الرياضه السبور من الصور، يعني شوف ذاك الهضره. ربي سبحانه قال لي لا لا تيأس وقال لي لا تتراجع، ربي سبحانه اعطاني قوه واعطاني عزيمه أنني نواجه الخونة ونواجه الفاسدين ونبقى على نفس الخط ونصرني الحمد لله. أنا أعتبر أنه انتصار أنه أنا ما زلت نهضر معاكم وما زلت نكشف في الفاسدين، وهما وراهم اللي راهو في السجن في السجن، واللي راهو مهمش مهمش، واللي راهو ينتظر دوره ينتظر دوره، وربي سبحانه سيعاقب كل إنسان خداع فاسد غدار، وسيدفع الثمن في الدنيا وفي الآخرة. إذا أنا لما تكلمت على عميد مسجد باريس حافظ ما ظلمتوش، والدليل هو أمامكم، سيد فرنسا تقول باللي نعم السيد هذا عميل للمصالح الفرنسية، السيد هذايا راه رجلنا الذي نستعمله والذي نستفيد منه والذي نكرمه أمام العالم. هل يوجد كلام أكثر من هذا؟ لا أعتقد، لا أعتقد أنه في